أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: من ترك الصلاة تكاسلا وتاب هل يقضي ما فاته من صلوات؟ يتوب إلى الله ويحافظ على الصلاة في مستقبل حياته، ولا يعيد ولا يقضي الأيام الكثيرة. أما إذا كان يوم يومين يقضيها، لكن إذا كانت أيام كثيرة تكفي التوبة والمحافظة على الصلاة. نعم.